فأولئك
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاحباب، نجتمع اليوم في هذه الجلسه المباركه احياء لسنه مباركه ذهب عليها سلفنا الكرام فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلقا بجنابه الكريم، وتيمنا وتبركا بالصلاه والسلام عليه. ولكن قبل ان ننطلق في هذه الجلسه، اريد ان اخبركم ان احد الاحباب اخواننا الدكتور سيدي محمد بن بيكا المزيدي الحسني شريف إدريسي من كبار علماء الأمة ومن كبار أقطاب التصوف في الجزائر الشقيقة، قد غادرنا إلى دار البقاء والتحق بجوار ربه الكريم، وكان قد سبق أن حضر معنا في هذه المجالس وحضر معنا في هذه النزهة وشاركنا عدة مواسم مباركة. فنريد أن نقرأ الفاتحة ترحم على روحه الطاهرة داعي له بالرحمة والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ورحمة. أعطي الكلمة الشريف أخونا بشير المسلم رئيس مؤسسة العقد الشريف للدراسات والأبحاث العلمية ليلقي كلمة ترحيبية في هذا الحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وأصحابه أجمعين. أيها الشرفاء، أيها الأساتذة الأجلاء، أيها العلماء، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغبطة خارقة وشكر كبير، نلتقي مع محب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرفاء وعلماء وأساتذة وأصدقاء وضيوف كرام. ولن نخشي سترا
ثم أصرح بأننا من ورثة السكتاء بوجودكم معنا، بوجودنا معكم على الدوام، وشعوركم أن يتقدسوا بكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصرون على شيعة على جانب معكم وفي السكران. ونعتبر ذلك بصميم الرسالة التي اختارت مؤسسة الجامعة، والأمانة التي دورت فيها أعناق أعضائها بالإضافة إلى العمل على دخل ماء جديد في شعائرها لتجديد طاقات وشحن العجائب وتسلم المشتري السبب بطاقته من روح النجس المتميز للقدر الرباني الشيخ الربي ولي عبد الله الشريف. وتلك هي أهم ضمانات استمرار المؤسسة وأوضع المؤشرات دالة على وجود ما يحكم. ومن أجل أن نفوز ونستفيد من أرواحها إن شاء الله، ونستحق شرف ورفعة هذا الاهتمام، ولا يكون في مستوى صالحة بجدارة وأهل أجلها، علينا الاغترار بكل باراتنا الفكرية المبدعة والإدارية الخلاقة لترسيخ أسس المدرسة والمؤسسة التي نقلت واضح المعاني محددة المواصفات ذات مرجعية تستمد أسسها من كتاب الله وسنة رسوله والتراث الإنساني الأصيل. أيها الأخوات والإخوان، انطلاقا من كل تصرف سلبي ثابت الأساسية المتواجدة من الفكر الديني الإسلامي المنعم إلى جانب العقيدة الشرعية ومنها الآلي، فإن المؤسسة تستحضر هذه الاختيارات بجميع أنشطتها وتعمل جادة من أجل ترسيخ هذا التوجه الاختياري السلوكي القوي. وفي هذا اللقاء تم اختيار محل هذا اللقاء وهو تجلية إبداع التراث السوري الذي سيتناوله مبتدئون آلام وباحثون جامعيون متمرسون. كما تعتزم المؤسسة تنظيم جائزة مراقبة الشريف بتعاون مع جامعة سيدي محمد عبد الله فاس، يتنافس خلالها عدد من الباحثين المهتمين بتراث العائلة الوزنية وخاصة نحو طريقة الأسلوب تربية الشيخ بن عبد الله الشريف، وستخصص جوائز متنوعة للباحثين للجائزة. ويشعرنا أن نجد تبع إنجاز علمي فكري أسلوبي التمييز المتمثل بجميع بجمع وقوس ومداخلات القوة العلمية انضمت المؤسسة لشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية الباسطة ضمن أنشطتها في نازلات 2016، وحرصت على ظهور أنشطة من الكتاب بعنوان التراث الصوتي المغربي دراسات في بعض القضايا الواعية. وأقترح المناسبة لتقديمها للسادة الأساتذة مشاركين منهم والتعبير عن رأي اعتقادنا للسادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية المنبثقة عن مثل المؤسسة. ولا يمكن التنويه بالجهود المثمرة في ثلة من المثقفين المتمكنين منهم شرفاء أماجد وأساتذة أكابر الذين تبوا بتاريخ وفرد العقل الوزنية فدرسوا وحققوا وألفوا ونشروا كتب التنمية والرسومات الثاقبة. وأوصوا به الأستاذ دكتور سيد عبد الله الشريف وزن الرئيس الشرعي للمؤسسة الذي ألف كتبا عديدة وعلى رأسها علامة الزاوية الوزنية بباس وكتاب الأخير ما ينبغي معرفته من القرآن. كذلك أستاذ الدكتور سيد الدين الشاهد الوزني المقيم بالمدينة المنورة الذي ألف ونشر كتبا عديدة وعلى رأسها كتاب صراع من أجل اليقين بالله العلامة المنور الشهير الجليل سيدي محمد سيدي هذا المختار حسن الوزني للبعض أنت لو ألف كتبا عديدة متنوعة وعلى رأسها موسوعة كبيرة
جامع مختار في صلوات محمدية في خمسة مجلدات، وعلى نادي أبيع السلوك وهي كتاب عبارة معاني في مجلدين. الأستاذ الدكتور سيدي محمد عمراني رئيس الجالية المؤسسة في كتب الحكمة ومن الحقوق حتى المسلمين في المنطقة القاهرة. الأستاذ الدكتور محمد لنا رئيس الوزارة الإنسان في مطروحتها حول الكتاب الربيعي لتعيين أولاد بن عبد الله الشريف. الأستاذ الدكتور محمد لنا رئيس الوزارة الإنسان في مطروحتها حول الزاوية الوزارية. الأستاذ الدكتور سيدي عمار إلى مثل الرباط بمطروحته حول الزاوية الوزارية. ومساهمة الأستاذ الدكتور بركي الشاهد وزير الانتقال في إحياء التراث العائلي من ولاية الكتاب والمحرقة والمرام في مناطق الشهيد سيدي حي عسان. أيها الإخوة والأخوات، إلى مقرنا واعتزالنا بهرب الإله بلا غنى وبتجلينا تجلينا له جميعا وبتجلينا له جميعا في اعلى مراتبه، وانما ننتظر منهم وبكل الذين يشاهدون بهذه الامور العلميه لهم المزيد من العطاء والكثير من البحوث والدراسات وفي الجانب الاجتماعي. اما المناوطين في ان تتمكن المؤسسه من تنزيل برنامجها الحاكم الضرور الذي سيعمل على تشجيع تلاميذ المتطوعين وتخفيف معاناه الهويه منهم والاهتمام بالعائلات الفقيره ومساعده الارامل حاضنات الايتام والتاجرين. وما ذلك على الله العزيز وعلى شهاده وعروق التضامن الاجتماعي لدى اعضاء المؤسسه ومشجعيها بشرف وعزيز. وقل يا ملك فسيرى الله على ما رسول منكم صدق الله العظيم.